أهلا بكم. البداية مع العناوين. زكي يجول على المسؤولين في محاولة لحل الأزمة مع دول الخليج. الرئيس عون: لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية. ميقاتي: حققنا خطوات متقدمة مع صندوق النقد. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. البداية من الزيارة التي يقوم بها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لبيروت، ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي أبلغه أن لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص، لافتا إلى ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصا إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات النظام الديمقراطي الذي اختاره اللبنانيون والذي يضمن حرية الرأي والفكر ضمن ضوابط القانون. وأكد الرئيس عون للسفير زكي أنه يجب معالجة ما حدث مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية من خلال حوار صادق مبني على أسس الأخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين، نظرا إلى ما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائما وستبقى لمصلحة الشعبين. ورحب رئيس الجمهورية بأي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات الأخوية بين البلدين إلى سابق عهدها، لا سيما وأن لبنان لا يكن للمملكة إلا الخير والتقدم والازدهار، معتبرا أن المصارحة في مثل هذه الأوضاع هي عامل أساسي لتقريب وجهات النظر ورأب أي صدع، ولن يتردد لبنان في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة. من جهته أكد زكي أن الزيارة هدفها تبيان ما إذا كان هناك من إمكانية لتقريب وجهات النظر، فالمصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجية هي الهدف. أنا هنا بتكليف من معالي الأمين العام للتعرف على الموقف فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي حدثت بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج في موضوع التصريحات الإعلامية للسيد وزير الإعلام اللي حصلت من فترة. فهذا جهد من الجامعة العربية للتعرف على الموقف أولا، وإذا تبين إمكانية أنه نبذل جهد حتى نستطيع أن نقرب وجهات النظر بين الجانبين ونحل هذا الإشكال، فيعني هذا أمر يكون طيب. المصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجية هي هدفنا وهي سبيلنا إلى التوصل إلى مخرج لهذا الوضع. الحوار مع فخامة الرئيس كان حوارا صريحا كالعادة، وكان حوارا جيدا. إذا احتاج الأمر إلى زيارة للمملكة السعودية هذا وارد، المملكة العربية السعودية بنزورها في كل الأوقات، ويعني هذا أمر مطروح دائما. لكن أولا لازم نشعر أن هناك حلحلة في الأزمة حتى يمكن نحن نأخذها إلى مرحلة قادمة. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون. وأبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على اطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت.
استمعت من دولة الرئيس إلى يعني موقف حقيقة مهم وغاية في الإيجابية من العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، التي ليس فقط يحرص هو عليها كثيرا كشخص وكمسؤول لبناني وكرئيس حكومة لبنانية، ولكن عكس لي أيضا مدى الحرص الموجود في هذا البلد على إقامة علاقات صحية وجيدة وإيجابية مع كل الأشقاء العرب ومع المحيط العربي للبنان، وبالتأكيد في مقدمة ذلك مع المملكة العربية السعودية. فكان الحوار جيدا جدا، يعني طبعا لها أسس تقوم عليها، وهناك ميثاق لجامعة الدول العربية الجميع ملتزم به، وهذا الأمر يعني نحرص على احترامه. والعلاقات بين لبنان ودول الخليج هي علاقات هامة للبنان بكل تأكيد، وهامة لدول الخليج أيضا. أعتقد أنه الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي، ونأمل أنه نقطة البداية تكون من هنا، ونستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة ونعبرها إلى الحوار بشكل أكثر عمقا وأكثر يعني جدية. نعتقد أن هذه الزيارة هي في حد ذاتها مبادرة لوضع هذه الأزمة في موضعها الصحيح، والتواصل مع لبنان وقيادات لبنان. زكي التقى أيضا وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، مؤكدا أن العلاقات بين لبنان ودول الخليج تاريخية وراسخة، ونسعى إلى أن تستعيد زخمها، ونأمل في أن يعمل الجميع لتحقيق ذلك. من جهته أكد أبو حبيب أن الجامعة العربية هي صلة الوصل بين لبنان والدول العربية، ونحن ندعمها في أي مسعى. هي المسألة أبعد من توصيف للحرب. ما قيل كان يعني موقف متكامل من الوضع في اليمن، وما قيل يعني كان أمرا رآه الإخوة في المملكة السعودية أنه فيه إساءة، وبالتأكيد هو أمر يخرج عن القرارات العربية في شأن الوضع في اليمن. وبالتالي الحديث عن أنه المسألة بسيطة، لا مش بسيطة، المسألة هي أبعد وأهم من أن تعامل يعني بشكل فيه استخفاف. الوضع طبعا كله يحتاج إلى استمرار الجهد، نأمل أنه الأمور تذهب في الاتجاه السليم. هذا الدور الجامعة العربية مقدس ويقدر كثيرا كثيرا من لبنان، لأن هي تبقى صلة الوصل بين الدول العربية، ونحن متمسكين بالجامعة من أجل القيام ومساعدتها من أجل القيام بأي مسعى بين أي دولتين عربيتين. على صعيد آخر، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة له من المجلس الاقتصادي الاجتماعي أننا حققنا خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، وتم تقديم أرقام موحدة، والمفاوضات مستمرة معه، ونحن على الطريق السليم. من جهته أكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد أن منطلقات العلاقات مع الدول العربية الشقيقة غير اقتصادية صرفة، بل تمتد إلى العمق الاستراتيجي الطبيعي لبلدنا. صرنا مع صندوق النقد الدولي في خطوات متقدمة، لأول مرة صار في عنا نوع من أرقام موحدة أعطيت لصندوق النقد الدولي، ونحن قيد البحث وعم نقطع مراحل كتير مهمة بهذا السياق. نحن يقال ليش ما عم تحكوا هلأ، مش وقت حكي، نحكي لما تخلص الموضوع. بس أنا حبيت أحطكم بالجو إنه الموضوع ماشي على الطريق السليم، والمفاوضة ماشية، ونتمنى أن نكون عندنا مذكرة تفاهم أو فقط ما يسمى باللتر أوف إنتنت
قريبا تعطى للصندوق الدولي لحتى نكون نحن بدأنا ندحب حسمعه كمان بالبوليسي والأشياء الثانية المطلوبة. ففي وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الحلول، تدخل أزمة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة كعامل قاتل مستجد يهدد موقع لبنان وعلاقاته وتطلعاته نحو حلول لأزماته. ومن هنا فنحن نؤكد بوضوح أهمية هذه العلاقات وحيويتها بالنسبة إلى لبنان، وندعو جميع المسؤولين والقوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذه الأوقات الحساسة. إن منطلقات هذه العلاقات غير اقتصادية صرفة، بل إنها تمتد إلى العمق الاستراتيجي الطبيعي لبلدنا بثقافته ولغته وتاريخه وجغرافيته وصولاً إلى مصالحه الاقتصادية. أشار البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي خلال افتتاح دورة مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في بكركي إلى أن الحكومة تعطلت في أدق ظرف من الحاجة إليها، ولا نستبعد أن يكون هدف المعطلين ضرب وحدة لبنان وتفكيك الدولة والتمرد عليها والانفصال عنها وقلب الحقائق وقطع علاقاتها مع أشقائها وألقاء التهم باطلا على الذين لا يزالون في كنف الدولة والشرعية. ورأى الراعي أن خلاصنا في لبنان يكون بالعودة إلى ثوابتنا الوطنية من خلال التزام العيش المشترك والميثاق الوطني. نستبعد أن يكون هدف الذين يعطلون المؤسسات الدستورية هو ضرب وحدة لبنان وتعطيل السنة الأخيرة من العهد وتفكيك الدولة والتمرد عليها والاستيلاء على قراراتها والانفصال عنها وقلب الحقائق وقطع علاقاتها عن أشقائها وأصدقائها وإلقاء التهم باطلا على الذين لا يزالون في كنف الدولة والشرعية. قدر المؤمنين بكيان لبنان وهويته الوطنية ورسالته التاريخية أن يواجهوا هذا الانحراف بكل الوسائل التي يتيحها الدستور والقوانين، وهي كثيرة وفعالة إذا أحسن استعمالها وإذا اتحدت القوى الوطنية حول برنامج إنقاذ. أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال منتدى الانتخابات أن الهدف هو إجراء الانتخابات بمواعيدها، وقد بدأت الوزارة بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية. وتابع مصمم ومصر مع الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي على إنجاح العملية الانتخابية، وسنعمل على اتخاذ الإجراءات لتفادي الثغرات. للأسف ولأسباب عدة كاد المواطن يفقد ثقته بدولته، وتأتي الانتخابات النيابية لإعادة نسج هذه الثقة والبناء عليها. هدفنا هو إجراء الانتخابات في موعدها وفق قواعد الشفافية والنزاهة، وانطلاقا من ذلك أتوجه من خلالكم بالدعوة إلى كل المنظمات الدولية والمحلية لمساعدتنا في مراقبة ومواكبة إجراءات العملية الانتخابية، فراقبوا ودققوا، هذا هو المبتغى. لبنان يرفض الانقلاب على تاريخه وانتمائه العربي الحقيقي. لبنان يرفض إلا أن يكون في حضن أشقائه الذين سيبقون دائما أشقاء بحكم التاريخ وروابط الدم. لبنان لن يضل الطريق. لبنان لن يضل الطريق. لبنان سيبقى ملتقى العرب جميعا يحرص على مستقبلهم وأمنهم وأمانهم. لبنان الرسالة سيبقى ملتقى شعوب العالم. لبنان أقوى من كل شر يرسم له. لبنان لا يحتمل مغامرات بعيدة.
ألقى مجهولون قنابل ديناميت في طريق الجديدة والكولا احتجاجا على جولة وزير الاقتصاد أمين سلام على أصحاب المولدات الخاصة، وأشارت المعلومات أن هناك اتجاها نحو أطفاء جميع المولدات في منطقة طريق الجديدة احتجاجا على جولة وزير الاقتصاد الذي يطالب بتركيب عدادات للمولدات الخاصة، وأصحاب المولدات يؤكدون أن الإجراء غير كاف، والمشكلة الأساسية هي في عدم تأمين الكهرباء من الأصل، والعدادات كلفتها باهظة. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس إسليم للأوضاع العامة في البلاد وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع في الظروف الراهنة. إلى ذلك أبرق الرئيس عون إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي مجددا إدانته لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر أمس الأحد، وهنأه بالسلامة متمنيا للعراق وشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية. أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت أكدوا في مؤتمر صحفي أن المطلوب أن يكون الجميع تحت سلطة القضاء. يلي عم بيصير بوجه القضاء مستغرب، طعن ورا طعن، طلبات رد ورا رد، نقد تعليق، وأرواح الشهداء ناطرة ونحن ناطرين العدالة. نحن منعرف أنه في كتير قضاة داعمين قضيتنا واقفين مع القاضي بيطار، بس القضاة اللي واقفين بوجه الحقيقة مثل القاضي حبيب نزهر ما رح نسكت لهم، ورح نرفع دعوة بحق أي شخص رح يعرقل مسار التحقيق، وأولهم القاضي مزهر يلي طلب الملف كامل من القاضي بيطار لفضح سرية التحقيق. بعض رؤساء الأجهزة الأمنية عم يرفضوا تنفيذ مذكرات القاضي، هل هيدا التصرف قانوني؟ ليش أهل الشهداء والضحايا الوحيدين يلي بس ينطلبوا على التحقيق بيحضروا وبيكونوا تحت سقف القانون، بالوقت يلي حيالله شخص عنده حصانة بيتلطب حصانته وبيحتمي بكم قاضي ومسؤول؟ نحن بنطلب مجلس قضاء أعلى يعمل شغله بخصوص الموضوع. هذا القاضي تخطى القانون كجاي ينفذ أجندة سياسية واضحة معروفة من مين هم، عايز نجيب مجلس قضاء أعلى نقبل الثنائي الشيعي. فهالقاضي طلب الملف كامل عند القاضي بيطار مع أوراق الشهود مع كل شيء إثباتات وكل شيء، جاي حتى بقول جاي أشياء من برا القاضي بيطار طلبهم كاملين، هذا الشيء بيفضح سرية التحقيق. من هيك نحن بنطلب مجلس القضاء الأعلى يعمل شغله اللي هو أحد أعضائه هذا القاضي، ويحاولوا على التفتيش القضائي في حال عدم حدوث هالشغله. نحن عندنا دعاوى بعد اكثر من اللي عم بتصير اليوم في اربع دعاوى بحقه، ممكن يكون في دعاوى جديده بحق القاضي حبيب مزهر. والشغله اللي بناكد عليها الثانيه اللي حكيت عنها انها هي بخصوص الاجهزه الامنيه، الاجهزه الامنيه بس ينطلب حدا سياسي او مسؤول مثل بسيناتهم يقعدوا بالزوايا، مش هم يتعاطوا معهم ولا باربع بيوتهم. وزياده عن هيك المطلوب اللي فيه بحقه مذكر التوقيف عنده بعض رجال من الدوله بيقبضوا معاشاتهم الدوله المنيه اللي هن بيجي بالاجهزه الامنيه بيحموا لهم بيتهم، بالوقت ذاته مطلوب الاجهزه الامنيه تروح توقفهم. هذا الشيء في تناقض في انفصام بالدوله اللبنانيه، ونطالب الاجهزه الامنيه توقف المطلوبين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لانه هن مطلوبين للقضاء اللبناني، هن بنعتبرهم نحن فريق من وجه العداله. فاصل، نواصل بعده النشرة. عودة لمتابعة النشر. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي، وقال بايدن في بيان له أنه شعر بارتياح لعدم إصابة رئيس الوزراء، وأضاف أشيد بالقيادة التي أظهرها في الدعوة للهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية التي يستحقها العراقيون كثيرا، مطالبا بمحاكمة المسؤولين عن هذا الهجوم. وتابع بايدن، أصدرت أوامري لفريقي للأمن القومي بتقديم المساعدة اللازمة لقوات الأمن العراقية للتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين. من جهته تشاور وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الأحد هاتفيا مع القاذمي ليكرر له شخصيا هذه الإدانة، وعرض الدعم الأمريكي للتحقيق. وأورد بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد أن هذا الهجوم هو أيضا هجوم على سيادة واستقرار الدولة العراقية، من دون أن يشير إلى الجهة التي تعتقد واشنطن أنها مسؤولة عن محاولة الاغتيال. في غضون ذلك أفادت المعلومات نقلا عن مصدر سياسي عراقي أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني زار العاصمة بغداد مساء الأحد. وذكر المصدر أن قاني وصل بغداد عصر أمس والتقى رئيس الحكومة مصطفى القاذمي، وأضاف أن قائد فيلق القدس الإيراني اجتمع بمجموعة من الأحزاب الشيعية وتحدث عن ضرورة التهدئة وتخفيف التصعيد تجاه القاذمي.
إلى ذلك دانت وزارة الخارجية الروسية الاعتداء على رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاسمي، مؤكدة استعداد موسكو للتعاون مع بغداد في مجال مكافحة الإرهاب. وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: ندين بقوة هذه الهجمة الإرهابية الوقحة الهادفة إلى تقويض الأمن والاستقرار في العراق الصديق. وتابع البيان: نؤكد استعدادنا لتعزيز التنسيق العملي مع الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأوجهه. كما دعت زاخاروفا أبرز القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس والبحث عن حلول توافقية للمشكلات التي احتدمت بعد انتخابات 10 تشرين الأول، مضيفة أن موسكو تعول على قرب التوصل إلى اتفاق في العراق حول تشكيل حكومة فعالة جديدة تحظى بدعم جميع الأحزاب السياسية الرئيسة والمكونات العراقية والدينية في العراق. في الخبر الأخير، أصبحت جوانا زو البالغة من العمر 25 عاما مليونيرة بعدما فازت بجائزة مالية قدرها مليون دولار مقدمة من حملة تشجع على تلقي لقاح كوفيد 19 في أستراليا. وأعلن عن فوز جوانا بجائزة مالية مقدمة من حملة مليون دولار فاكس وقدرها مليون دولار. ونقلت شبكة 9 نيوز الأسترالية عن جوانا قولها إنها ستخصص جزء من المبلغ الذي ربحته للم شمل عائلتها، مضيفة: أريد أن أجلب عائلتي من الصين للعيش معي في سيدني، سأقيم في فندق فاخر وسأشتري بعض الهدايا لأسرتي وسأستثمر الباقي كي أتمكن من جني المزيد في المستقبل وأكون قادرة على مساعدة المحتاجين. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.